شارلز نافور الفنان المغني وكاتب الأغاني الشهير الأرميني الفرنسي العالمي يودع في حفل رسمي بمتحف لزانفاليد محفوفا بأغانيه. مراسم حضرها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إلى جانب عدد كبير من مشاهير الفن والسياسة. مراسم ألقى خلالها الرئيس الفرنسي كلمة مؤثرة في حق أزنافور. في المستقبل الملايين من النساء والرجال سيتذكرونه في ألحان وكلمات تجلب المزيد من الرقة إلى هذه الحياة، وهو بابتسامته ويده في جيبه سيتجاوز معنا عتبة هذا القرن محققا ما كان يتمناه. هنا في فرنسا الشعراء لا يموتون أبدا. Parce qu'en France les poètes ne meurent jamais. تكريم وطني لأزنافور في فرنسا يبرز مكانة هذا المغني الراحل كأيقونة وطنية. فالتكريم الوطني عادة يخصص لشخصيات استثنائية من عسكريين وأدباء ومفكرين وفنانين ساهموا في تلميع صورة بلادهم في الخارج. وعرف أزنافور بحبه الكبير لفرنسا ولبلده الأم أرمينيا. شارل أزنافور هو الرجل الذي رفع علم أرمينيا على قمة العالم. بمأتم مهيب ودع العالم المغني أزنافور في أجواء اختلط فيها الحزن بمشاعر الاعتزاز والفخر. وعلى إيقاع أغنيته خذوني إلى الأرض احملوني إلى بلاد العجائب حمل نعش أزنافور إلى مثواه الأخير، لتبقى كلماته وأغانيه خالدة بخلود اسمه وأثره في عالم الفن.